تمكنوا من تحقيق واحد ولكن خلقوا مشاكل لبرشلونة في الدقائق الأخيرة. صراحة كانت مباراة اشتد فيها التنافس، كان هناك صراع كبير وحماس كبير من الفريقين. بيلباو هنا نشاهد هدف بعد تمريرة من ميسي، وأبيدال جاء من الخلف وسدد وحقق هدف برشلونة وأعطى الأفضلية لبرشلونة على ملعب صعب. وكانت هناك أجواء نارية في مباراة كانت في اعتقادي نهائية، كانت مباراة صعبة لأي فريق حتى لبرشلونة. الأمور تعقدت لبرشلونة وبيلباو في الشوط الثاني بدأ بشكل ممتاز ولكن استحواذ على الكرة بشكل متكافئ. شاهدونا التمريرة من مونيين، بعد ذلك وصلت الكرة إلى يورينتي وبين اللاعبين مرر هذا اللاعب هذه الكرة لتدخل في مرمى بينتو. هذا اللاعب أثبت، أقصد هنا يورينتي، أثبت أنه يحسن التهديف. اليوم إنه يعد من أفضل المهاجمين على الصعيد العالمي ودائما عنده خيارات وحركات مختلفة. نشاهد هنا كيف كان سريعا راقب بيسرى.